عبد السلام الرسي. عبد السلام الرسي يستاهل تحية. وانت الشيخ ولا عمك؟ عمك الشيخ الوالد عطى تحية ومجلس. عطنا من محاضرة الوالد باخر مقطع. اسمع كلام حبيبي عبد السلام الرسي يا اخوان ولد الشيخ، نسأل الله ان يوفقنا وياه ويحفظنا وياه. طبعا ما شاء الله عندنا نمونه طيبه من عيال الرسي، بس عندنا واحد مفقود عبد الوهاب ان شاء الله برجل الديز يجي بديز. يلا شوف حبيبي اسمع، انا قايل لك اللي تبغاه اللي تبغاه خيارات اللي تبغاه. سم ابوي تفضل. من وين جاي؟ علم الشباب ارفع الراي. من البصر. تصفق على البصر يستاهلون والله. طيب يا قلبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. تبارك الرحمن. إيه لا يتعارض يا إخوان شو اسمه أن الإنسان يكون إتيكيت ومشخص ومرسم قاعد قاله بديته مع القرآن ومع الاستقامة والصلاة والهداية. لا، فكثير من الناس يعني ترى ردوا الاستقامة كذا. لا بالعكس، إحنا فخورين أخونا عبد السلام. بس الله يوفقنا يا ومستقبل إن شاء الله. سيؤم هذا إن شاء الله بإذن الله آلاف البشر إذا نمى هذه الموهبة. إذا نمى هذه الموهبة لأنها جميلة جدا الصراحة. أنا بغيت أطلع والله كذا، لكن صلى الله عليه وسلم